هنيئا لنا جميعا يا الأخضر، شكرا لك ولكل ضيوفك. نهائي كان متوقع بأن يكون بهكذا سيناريو صعب، وصعب جدا بالنسبة للمنتخبين الجزائري والسنغالي. بالله عليكم، من منكم كان يتوقع هكذا سيناريو قبل البطولة، قبل شهر، قبل أربعة، قبل عشرة، قبل سنوات من الآن؟ من منكم كان يتوقع بأن يأتي جمال بلماضي الخيار الأخير ويتوج مع كتيبته بلقب كأس أمم إفريقيا هنا على أرض الفراعنة في مصر، على أرض طيبة فزنا فيها في المرتية الأولى على أرض الجزائر سنة 90، ها هي المرة الثانية التي نفوز بها فيها باللقب القاري. الجزائر وما أدراك فازت مرتين فقط باللقب القاري، هذه المرة كان لقبا أجمل وأروع. يا سلام على هذا التتويج، ممر شرفي لعناصر المنتخب السنغالي الذين أدوا بطولة رائعة وأدوا مباراة نهائية أيضا رائعة. خليني نقول بأن تسجيلنا الهدف الأول لم يخدمنا من الناحية الفنية أثناء هذه المباراة، ولكن خليوني نقول كذلك بأن الذي يقاوم ويكافح ويحافظ على شباكه ويبعد السنغاليين عن مرماه أيضا يستحق التشجيع ويستحق الاحترام. السنغاليون يستحقون منا كل الاحترام لأنهم بذلوا الجهد الكبير من أجل العودة في النتيجة، ولكن الجزائريين أيضا يستحقون كل الاحترام والتقدير، خاصة وأنهم صمدوا بهذا الفريق تقريبا بنفس التشكيل الذي لعب ست مباريات سابقة ما عدا مباراة تنزانيا التي أشرك فيها جمال بلماضي لاعبين آخرين. كنا نشاهد في أليو سيسي مع أشبالو في وسط الميدان وهو يحدثهم لمدة 7 إلى 10 دقائق من الزمن، كان يقول لهم من دون شك بأنكم اجتهدتم ولعبتم وفزت ووصلتم للمباراة النهائية وأديتم بطولة في المستوى، لأنه خليني نقول لو فاز المنتخب السنغالي اليوم لقلنا عليه بأنه يستحق الفوز كذلك بلقب البطولة. في مباراة اليوم المنتخب السنغالي خدمته أنه تلقى هدف مبكر فرجع في المباراة، ولكن على مدى البطولة نقدر نقول بأن المنتخب الجزائري هو أكثر الاستحقاقا بالنظر للسبع مباريات كاملة. ساديو ماني مؤجل تتويجه والذي توج بلقب دوري أبطال أوروبا يخفق في التتويج مع منتخب بلاده للمرة الثانية في تاريخ الكرة السنغالية. نتذكر كانوا خسروا المباراة النهائية في سنة 2002، ها هم يخسرونها كذلك في سنة 2019 هنا في العاصمة المصرية القاهرة، في بطولة جرت لأول مرة ب 24 منتخب، كان فيها التنظيم رائعا بالنسبة للمصريين، حيث لم نسمع ولم نقرأ ولم نلاحظ أي شكاوى ولا أي ملاحظات يمكن أن تكون على لجنة التنظيم. متعودين نشتكي الكثير في الكثير من البلدان الإفريقية التي نظمت كأس أمم إفريقيا، هذه المرة ب 24 منتخبا في 6 ملاعب في 6 ملاعب رسمية تلعب عليها المباريات، وعدد كبير من ملاعب التدريب بالنسبة للمنتخبات. خليوني نقول بأن أليو المدرب الحكم الكاميروني كان في المستوى بنسبة كبيرة، شكرا لك يا أليو أنك لم تصفر ضربة الجزاء، طبعا كان مشكوك فيها، لو صفرتها لرفعنا لك أيضا القبعة وقلنا بأن تقديرك أراد أن جعلك تقول بأنها ضربة جزاء، ولكن تقديرك بعدما رحت لتقنية الفار وعاودت مشاهدة الفيديو وتشاورت مع المساعدين تأكدت بأن عيسى مندي لم يرفع يده، عفوا عدلان قديورة لم يرفع يده، عدلان قديورة حاول أن يبقي يديه خلف ظهره ولكن الكرة سبقته ولمست يده. طبعا لحظة تاريخية، أنا أتصور ما يحدث هنالك في الجزائر حتى قبل أن يشاهدوا حفل تسليم السيدة كأس أمم إفريقيا. نعم نقول عنها صاحبة الفخامة التي سيتسلمها بعد حين ملوك إفريقيا بدورهم أصحاب الفخامة والروعة والبراعة والأناقة والقوة وكل الأوصاف التي يمكن أن نطلقها على شبان سيزفون إلى الجزائر كأسا كم كانت جميلة، كافحوا من أجلها بشكل رائع، كافحوا
بالدموع وكافحوا بالعرق، واختلطت الدموع بالعرق بدماء جمال بالعمري التي كانت غالية علينا في هذه المباراة. كافحوا وفازوا بهذا اللقب بالقلب والعقل والنفس الطويل، بالروح الجزائرية الانتصارية التي لا تقهر عندما تقرر. نعم، لا تقهر عندما تقرر وتعول، لا تقهر عندما تقرر وعندما تعول، وعندما تعود الجزائر إلى مكانتها الكروية فإن الكل أيضا مع احترامي يعود إلى مكانته. نعم، السعادة والفرح والحزن نعم السعادة والفرح والحزن كما قلتها في المرة الماضية هي فواصل فقط لمراحل ربما ومحطات أيضا قد تكون عابرة، ولكن أرجوكم أكرر ندائي مرة ثانية لكل عشاقي المنتخب وعشاقنا والذين تعاطفوا معنا في كل مكان، أرجوكم 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 مرة أخرى لا تبالغوا في الفرحة، خذوا بالكم في احتفالاتكم، احتفلوا بهدوء وافرحوا كما شئتم الليلة وغدا وبعد غد لأنكم تستحقون هكذا فرحة. الجزائر تستحق كل الخير، تستحق كل الأفراح. الجزائر التي عانت وتألمت وتعبت وشقت، رجالها ونساؤها اليوم والبارحة وقبل البارحة كذلك منذ عهد بعيد. الجزائر بلد الشقاوة وبلد أيضا الإنجازات الكبيرة جدا وبلد الجهد الكبير. أنا شخصيا أريد أن أركب صاروخ لأكون بينكم الليلة في رمشة عين الليلة لكي أحتفل معكم وأحتفل أيضا بين إخواني المصريين هنا، لأن الاحتفال مع المصريين أيضا له نكهة خاصة. صدقوني بأن الحفاوة التي وجدناها هنا في هذه الأرض الطيبة لا يمكن أن تتصوروها. أقول لكم لا يمكن أن تتصوروا هذه الحفاوة التي وجدناها هنا في مصر، سواء من إعلاميين، سواء من لاعبين، سواء من مدربين، وسواء كذلك من عشاق ومناصرين احتفلوا في ميدان التحرير وفي ميادين مصر، احتفلوا قبل المباراة بشكل مبهر ورائع. نعم، كانوا في القمة عناصر المنتخب الجزائري، وكانوا في قمة إخواننا المصريين الذين وقفوا معنا منذ خروج مصر في الدور الثمن النهائي. طبعا التحيات المتبادلة مع ممثلي الدولة الجزائرية في هنا في العاصمة المصرية القاهرة بفضل هذا التتويج المستحق. أنا لا أدري ماذا ننتظر، الأمور طالت، ولكن أكيد بأن الكثير من الجزائريين لن يصبروا ولن يتأخروا في الخروج إلى مختلف المدن إلى الشوارع لإقامة الاحتفالات والأعراس. كم تستحق الجزائر مثل هكذا احتفالات وأعراس. أنا أريد أن أقبل على جبين كل الشعب المصري الذي تعاطف معنا واحتضننا، أريد أن أقبل على جبين كل لاعب جزائري موجود في كتيبة جمال بالماضي، أريد أن أقبل على جبين جميل جمال بالماضي وكل الإطار الفني والإداري والطبي الذين منحوا لنا هاته الفرحة الكبيرة جدا، هاته الفرحة الكبيرة جدا بمناسبة تتويج الجزائر باللقب القاري أمام السنغال الذي يخسره للمرة الثانية ونحن نربحه للمرة الثانية بعد سنة 90. منذ 29 عاما الجزائر لم تتذوق. سمعت رفيق صيفي يتحدث عن أجيال وراء أجيال لم تكن محظوظة لكي تفوز باللقب القاري، ليأتي الزمن على جيل آخر. أي نعم عانى، أي نعم تألم، أي نعم تعرض للكثير من التهديم والكثير من الانتقادات وحتى الكثير من التشكيك، ولكنه أثبت اليوم بأن الرجال هم أبناء الرجال، وبأن الجزائر عندما تحذف لها النقاط تصبح حرائر. معناها هؤلاء أبناء الجزائر من أبناء وبنات الحرائر الجزائريات اللواتي أنجبنا، هؤلاء وأولئك اللاعبين الذين كانوا أبطالا فعلا، ليس فقط من الناحية الفنية ولا البدنية، كانوا أبطال بالدرجة الأولى بروحهم العالية بإصرارهم بعزمتهم. هذا سفيرنا، سفير الجمهورية الجزائرية في العاصمة المصرية القاهرة، الذي لم يبخل هو أيضا بجهده ولم يبخل
مبخل بواجبه تجاه المنتخب وتجاه الجماهير الجزائرية التي يجب أن نتوقف عندها لنحييها ونشكرها. جماهير جاءت بالآلاف، أنا التقيت من الكثير من الجزائريين الذين جاءوا من فنلندا وجاءوا من المملكة العربية السعودية وجاءوا من أقصى من كندا ومن الولايات المتحدة الأمريكية من أوروبا كلها من أجل أن يشجعوا المنتخب الجزائري. لو 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 شفتم كيف كانت أحوالهم في الأيام القليلة الماضية هنا في العاصمة المصرية القاهرة. لو 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 تشاهدوا كيف هي أحوالهم في المدرجات وكيف ستكون أحوالهم في الاحتفال في وسطية القاهرة. نتمنى أن يكون كل شيء سليم وكل شيء في المستوى، أن تختلط الأعلام الجزائرية والمصرية وتكون الاحتفالات كبيرة وكبيرة جدا. إنه التتويج الثاني بعد النهائي الثالث وإثر 18 مشاركة للمنتخب الجزائري في نهائيات كأس أمم إفريقيا. نعم أذكركم بأننا سنة 80 لعبنا النهائي في نيجوس خسرناه أمام نيجيريا، سنة 90 10 سنوات من بعد لعبنا في الجزائر العاصمة أمام منتخب نيجيريا وفزنا عليهم في النهائي 1-0، وبعدها انتظرنا 29 عاما، انتظرنا جيل آخر بل أجيال أخرى لكي نشهد فرحة أخرى. مرة أخرى أقول انتظرنا طويلا. طبعا مع نزول الرئيس المؤقت رئيس الدولة سيد عبد القادر بن صالح إلى أرضية الميدان للإشراف على تسليم كأس أمم إفريقيا للاعبي المنتخب الجزائري في حضور الوزير الأول المصري، في حضور إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وفي حضور رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. طبعا الفرحة كبيرة وكبيرة جدا مشاهدي الأفاضل بالنسبة لكل الجزائريين في كل مكان. في نهاية المطاف الحفل سيقام في هذه اللحظات التاريخية التي تبقى في ذاكرة الأجيال والأجيال التي ستلد. سنروي لهم حكاية جميلة ورواية جميلة، كم كانت رائعة حكاية الجزائريين هنا في القاهرة، كم كانت رائعة حكاية جمال بالماضي وكتيبته. ثلاثي التحكيم الكامروني يسعد في هذه اللحظات مشاهدي الأفاضل لتسلم ميداليات المشاركة والإشراف والتحكيم في هذه المباراة النهائية. خلوني نقول بالرغم من كل الشكوك وبالرغم من كل ما قيل عن تغيير حكم المباراة من جنوب إفريقيا لحكم الكاميروني اليوم، خلوني نقول بأنه التحكيم كله كان في المستوى، ليس لأنه لم يمنح ضربة جزاء للسنغال، لا، لكن له لأنه بل منح العديد من البطاقات الصفراء للجزائريين ولكنها كانوا موفقا وكان في المستوى. تقنية الفار صنعت الفارق في هذه البطولة كما هو متوقع، صنعت الفارق في العديد من المباريات والحديد من المحطات ليس فقط قاريا ولكن أيضا أوروبيا وعالميا. صنعت الفارق، هناك من احتج عليها وهناك من انقذته وهناك من كانت أثرت عليه كثيرا. كنا نشاهد منذ لحظات في صاحبة الفخامة السمراء، يقول عليها الجزائريون الكحلوشة نسبة إلى كل شيء أسمر، أسمراني. ستنتقل إلى الجزائر غدا صباحا، ستزف إلى أحلى عريس اسمه الجزائر بعد لحظات قليلة بعد أن يتسلم الحكام ميدالياتهم. ويصعد السنغاليون فوق المنصة هم كذلك لتسلم ميدالياتهم الفضية بسبب احتلالهم المركز الثاني في هذه البطولة بجدارة واستحقاق. إنفانتينو وعيسى حياته والسيد عبد القادر بن صالح رئيس الدولة المؤقت الذي يسلم بدوره الميداليات للمتوجين في هذه البطولة. طبعا لحظات تاريخية، تاريخية جدا بالنسبة للجزائر، تاريخية بالنسبة لمصر لأنها أول مرة تنظم بطولة ب 24 منتخب. كانت تحدي كبير وكبير جدا، خاصة وأن أشقائنا المصريين لم يكن لديهم الوقت الكافي، ولكن في مصر هناك القدرات الكافية والإمكانيات اللازمة لاحتضان إفريقيا واحتضان المنتخبات العربية التي كان عددها 4 مشاركة في هذه البطولة. خرجت مصر المنظمة وخرجت المغرب المرشحة وخرجت تونس في الدور النصف النهائي وخرجت موريتانيا بجدارة بعد أن لعبت بطولة في المستوى في مشاركتها الأولى في نهائيات كأس أمم إفريقيا. وبقيت الجزائر، وصلت
وصلت المشوار إلى وصلت إلى وصلت المشوار إلى غاية تتويجها باللقب القاري. الممر الشرفي لعناصر المنتخب السنغالي الذين يستحقون منا كل التحية وكل التقدير، ويستحق منا فرانك ليبيري وزوجته وبناته وأبناؤه بحضوره في هذه المباراة. كنا نأمل في حضور نجوم آخرين يشهدون هذه المباراة النهائية. لا أقصد وأتحدث عن النجوم الجزائريين بين قوسين، أنا شفت الكثير من اللاعبين المتميزين القدامى، نيجيريين، كاميرونيين، إيفواريين وغيرهم من النجوم الذين حضروا في هذه البطولة تشجيعا لمنتخبات بلادهم. لكن معليش نغلق القوس، شيخو كوياتي هل كان أفضل لاعب في هذه المباراة؟ لم أتابع جيدا. المهم كوياتي تسلم لقب أفضل لاعب في البطولة. قد يكون هذا الكنز. نعم هو الكنز إسماعيل بن ناصر الذي ينال لقب أفضل لاعب. كنت كنزا والثروة تبقى ثروة يا إسماعيل يا بن ناصر، اكتشاف هذه البطولة. بالاختصار شديد كنت طفلا صغيرا أو طفلا كبيرا، خليني نقول رجل كنت في هذه المباراة. الكرة بينك وبينك كوياتي الذي تسلم أعتقد جائزة أفضل لاعب منذ حين، كانت تحمل أكثر من دلالة. وزير الشباب والرياضة الجزائري أيضا حاضر في المدرجات. هذه كأسك الصغيرة، وانتظر شوية حتى تنال كأسك الكبيرة وكأس الجزائر الكبيرة. تستحق كل خير يا إسماعيل. كثير من النوادي تتهافت على لاعب نادي إيمبولي، ما نساوش بأنه هذا ابن مدرسة أرسنال الإنجليزي الذي لعب بطولة ولا أروع، كان واحدا إن لم يكن أفضل لاعب. أنا بالنسبة للمنتخب الجزائري عندما أسأل عن أفضل لاعب أفضل أن أقول بأن أفضل لاعب هو جمال بلماضي. نعم جمال بلماضي هو الأفضل، لأنه هو القائد الكتيبة، هو الذي صنع هؤلاء، هو الذي أعاد إليهم الروح، هو الذي أعاد الثقة بينه وبينهم، الثقة إلى نفوسهم، الثقة إلى بعضهم البعض، حتى صنعنا مثل هكذا ملحمة. نعم ملحمة سنرويها للأجيال الصاعدة، سنقول لهم بعد 10 20 30 سنة بأننا ذات يوم وذات شهر من شهر يوليو، شهر الاستقلال في الجزائر، يوم جمعة من أعظم أيام الله في أرض مباركة هي أرض مصر، تمكن الرجال، تمكن الأبطال، تمكن اللاعبون الجزائريون من التتويج باللقب القاري. تحية حارة جدا 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 لكل سنغالي، لكل لاعب سنغالي في هذه البطولة. نعم لعبوا مباراة بطولية هم أيضا في هذه المباراة، صدقوني لو فازوا علينا وسجلوا لكنت هنأتهم بنفس الشكل أو ربما أقل مما أهنئهم الآن. كنت سأبكي على الجزائر، ولكن أهنئ المنتخب السنغالي هنيئا لساديو ماني وللسنغال على هذا الأداء الرائع جدا في هذه البطولة. نعم أداء رائع في البطولة وأداء رائع في المباراة النهائية. الروح التي كنا نلعب بها لاحظناها اليوم كذلك مناصفة بين الجزائريين والسنغاليين، كانت لديهم الروح اللازمة التي سمحتهم بأن يلعبوا مباراة بهذا الشكل، مباراة بطولية بهذا الشكل. نعم يجب أن نتوقف عندهم، ويجب كذلك أن نحييهم ونتمن الجهد الذي بذلوه طيلة هذه البطولة. الجزائر اليوم كتبت التاريخ بأحرف من ذهب، ودونت اسمها كذلك بأحرف من ذهب، ليس لأنها فازت باللقب القاري، ولكن لأنها فازت بهذا الشكل وبهذه الروح وبهذا الإصرار وبهذه العزيمة وبهذه الروعة التي فازوا بها في مبارياتهم. الجزائر هي المنتخب الوحيد الذي لم يخسر في هذه البطولة في 7 مباريات. نعم تعادل أمام كوت ديفوار وفاز بضربة الترجيح. ماذا تقول يا إنفانتينو؟ ماذا تقول لأليوساري؟ قل له بأن جمال فاز عليك، أنتم ولدتما في نفس السنة تقريبا بينكما يوم واحد بين أليو سيسي وجمال بلماضي، حكاية غريبة. وبعدين ترعرع وتربيا في نفس الحي في فرنسا، ولم يلعب سويا، ولكن مشوار كل واحد منهما كان في اتجاه الكرة، كان في اتجاه إثبات الذات من قبل الكثير من المغتربين، ليسوا فقط من الجزائريين والمغاربة والتوانسة،
ولكن أيضا من كل الأفارقة الذين يوجد منهم الكثير من اللاعبين في فرنسا وفي هولندا وبلجيكا وفي إنجلترا وفي غيرها من الدول الأوروبية لأسباب تاريخية ولأسباب رياضية لأسباب اجتماعية كذلك معروفة عند العام والخاص. وصلت الآن اللحظات التاريخية الكبيرة التي ستزف فيها السيدة صاحبة الفخامة كأس أمم إفريقيا، ستزف إلى عريس يلبس الأبيض ويحمل على كتفيه الألوان الخضراء والحمراء والبيضاء، ألوان علم الجزائر. نعم، هي ألوان علم الجزائر الجميلة والجميلة جدا. الجزائريون يتوجون باللقب القاري. جزائرنا يا مطلع المعجزات، ويا حجة الله في الكائنات، ويا بسمة الرب في أرضه، ويا وجهه الضاحك القسمات، ويا لوحة ويا قصة ويا صفحة ويا أسطورة. النشيد طويل وطويل جدا، ويا ويا ويا. ونختمها بشغلنا الدون الورى وملأنا الدنا بشعر نرتله كالصلاة، تسابيح من حنايا الجزائر، من حنايا الجزائريين هؤلاء وأولئك الموجودون هنا في القاهرة والذين يوجدون هنالك في كل مكان. أنا أعرف بأن قلوب إخواننا في كل مكان يحمل اليوم اللون الأخضر والأحمر والأبيض، يحمل الجزائر في قلبه. وأنا أقدر كل عاشق، كل هائم، كل محب، كل مقدر، كل عاشق لهذه الجزائر ولهذا المنتخب. هذه هي الجزائر التي نريدها مختلفة تماما، هذه الجزائر التي نريدها عهدا جديدا نتمناه قريبا إن شاء الله بفضل أبناء الشعب الجزائري، كلهم، كل أبناء الشعب الجزائري الذي نتمنى له كل الخير حتى نعاود الانتقال لمرحلة أخرى ونعاود إنجازات أخرى مثيلة، ليس فقط في كرة القدم ولكن في كل الرياضات. الجزائر قادرة على الفوز بكأس أمم إفريقيا أخرى وأخرى وأخرى والفوز بالكثير من الألقاب. شكرا عدلان، شكرا بالماضي العنيد، شكرا عطال الغزال، شكرا زفان الشجاع، شكرا رامي بن سبعين الشجاع أيضا، شكرا بالعمري قلب الأسد دماؤك الغالية جدا، شكرا مندي العليق، شكرا عدلان قديور الغول، شكرا بالناصر الاكتشاف، شكرا في غولي العنيد، شكرا بليلي الفنان وبنجاح السم القاتل ورياض القائد المغوار مفخرة الجزائر. شكرا لصغيرنا ومبدعنا آدم الناس، شكرا لهدافنا إسلام سليماني، شكرا لمن اختار اللاعب لوطننا أندي دولور، محمد أندي دولور. يا حليش فزت فيها بها في نهاية المطاف، شكرا لك ولطهرات الذي دخل في الاحتياط. حليش الذي لعب أعتقد 6 بطولات إفريقية لم يسبق له الفوز، اليوم يمكن أن يعتزل، يمكن أن يرحل، يمكن أن يقول خلاص. رياض محرز بعد تتويجات رائعة بلقب أفضل لاعب في إنجلترا، بلقب أفضل لاعب في إفريقيا، بلقب بألقاب الهداف والدوريات والألقاب في إنجلترا كذلك، هو يتوج بالسمراء صاحبة الفخامة بكأس أمم إفريقيا. شكرا أيضا لكم أنتم، كل الإطار الفني وكل الإطار الإداري وكل الإطار الطبي، كل الذين رافقوا جمال بلماضي في هذه الرحلة في هذا المشوار. بالله عليكم، الرئيس وهاب مبولحي منذ 20 مايو دخل في تربص في سيدي موسى، تعرفون بأنه خرج من إصابة ودخل إلى تربص جوان ويونيو ويوليو، شهران وهو غائب عن أهله، شهران وهو يحضر لهذه المنافسة، كيف لا يفوز باللقب؟ عناصر المنتخب الوطني هنا في القاهرة منذ شهر تقريبا، نعم منذ شهر، قبل ذلك كانوا في تربص. رياض هدفك لن أنساه، أمرتك بأن تضعها في الجول، حطيتها في الجول يا رياض، سمعتني؟ نعم نعم يا رياض، هي الثانية النجمة للمنتخب الجزائري في قميص كم هو غالي، في قميص كم هو غالي، بلقب كم هو غالي. الحمد لله يا رياض، فزنا بلقب كأس أمم إفريقيا بشق الأنفس ولكن بجدارة واستحقاق. نعم بجدارة
الصدارة واستحقاق التتويج الثاني بعد النهائي الثاني وإثر 18 لقب. نعم الجزائر فازت بلقب كأس أمم إفريقيا. قلنا لكم في بداية الوصف اشهدوا أننا في نهائي كأس أمم إفريقيا على أرض مصر التي دخلناها سالمين وسنخرج منها بإذن الله سالمين غانمين معافين بإذن الله. نعم افرحوا وارقصوا وارقصوا. قلنا لكم اشهدوا بأننا جئنا إلى مصر بروح عالية بإصرار كبير. جئنا مثل ما قال بالماضي سأذهب للمنافسة. جاء للمنافسة فهو يتوج باللقب القاري. شكرا لك رياض. قدت المنتخب في نهاية المطاف إلى التتويج كقائد سيتسلمها صورة تبقى في التاريخ بالنسبة لرياض محرز. يمكن أن نردد النشيد ونردد كل الأناشيد الجزائرية. السيدة صاحبة الفخامة تسلم لصاحب الفخامة رياض محرز يتسلمها. انتظروا قليلا أنا متعود سأوضح لكم كيف نحتفل كيف نرفعها سويا. نعم كيف نرفع هذه السيدة سويا. نزفها هنالك إلى الجزائر نزفها هنالك إلى غزة وإلى الأراضي الفلسطينية وإلى كل أرض طيبة في هذه المعمورة. يا رياض ارفعها وخلصنا. يا رياض ارفعها وخلصنا. يا رياض ارفعها وخلصنا. تحيا الجزائر تحيا الجزائر تحيا الجزائر. الجزائر بطلة إفريقيا. انتظرنا ساعة من الزمن بل انتظرنا أشهر وسنوات. انتظرنا سنوات عجاف لنتمكن من الفوز باللقب القاري دون أن ننكر مجهودات كل الأجيال التي سبقت من لاعبين وإداريين وفنيين وجماهير وفية وغفيرة كانت حاضرة هنا في القاهرة حاضرة في قلوبنا وفي عقولنا في كل مكان. يا إسلام يا إسلام في نهاية المطاف فزت بها. يا إسلام في نهاية المطاف فزت بها. أيضا أنت عانيت الويلات يا إسلام سليماني. اشهدوا أيها السادة بأننا حضرنا هنا إلى القاهرة وفزنا باللقب القاري. نعم فزنا باللقب القاري وتوجنا بجدارة واستحقاق أمام منتخب السنغال الذي كان بدوره رائعا. نعم كان بدوره رائعا. الصور سيحفظها ستحفظها ألبومات وسيحفظها التاريخ. وهذه الصرخة الواحدة الموحدة سيبقى يحفظها التاريخ. صرحة أبطال أبناء أبطال توجوا باللقب القاري للمرة الثانية في التاريخ. شامبيوني 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 أبناء الاستقلال لا يخسرون في يوم في شهر الاستقلال. نحن نعرف بأنهم لم يخسروا ولا يخسرون في شهر الثورة شهر نوفمبر. ها هم يفوزون في شهر الاستقلال أيام مباركة في جمعة مباركة على أرض مباركة طيبة هنا في العاصمة المصرية القاهرة. برافو برافو برافو. شكرا لكم على كل هذا الجهد. شكرا لكم على هذه الفرحة التي ما بعدها فرحة. أكيد سنفرح في الأيام القليلة المقبلة بإذن الله. مزيد من الصبر مزيد من الثبات مزيد من الجهد مزيد من الإيمان بقدراتنا والإيمان بالله سنحقق المعجزات. الجزائر تستحق أن تكون في هكذا موقف والشعب الجزائري يستحق. يا أيها الصغير يا عطال ملكت قلوبنا يا يوسف يا عطال سلامات إن شاء الله. شكرا لكم مشاهدي الأفاضل. اللسان يعجز عن التعبير ولو أنني قلت تقريبا كل شيء. شكرا وبرافو ألف مبروك والسلام عليكم. ستكونون هنالك بعد فاصل بعد هذه الصور مع زميل الأحمد بريش.